الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا يا ذا الجلال والإكرام. ثم أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى فيما بوب عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله: باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه الصلاة والسلام حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. في هذا الحديث يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث، ثم قال حاء. سبق أن تكلم عن حاء هذه، وهي لتحويل إسناد من سند إلى سند آخر. ثم قال عن ابن المسيب، ابن المسيب كما سبق معنا كذلك فيه لغتان: المسيب والمسيب، وهو رحمه الله تعالى يكره الفتح المسيب، وأهل المدينة يضبطونها بكسر الياء المسيب، سعيد بن المسيب، وأهل الكوفة يفتحون الياء فيقول سعيد بن المسيب، وهو يكره الفتح. قال أنه سمع أبا هريرة، وأبو هريرة كما مر معنا كذلك هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل، وهو من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى أكثر من 5000 حديث، تقريبا 5374 حديث رواها أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده. وهنا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم ويحلف، ويؤخذ من هذا أنه يجوز الحلف إذا كان لتأكيد الخبر، يجوز الحلف للتأكيد، لتأكيد الخبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، فهو يحلف بالذي نفسي بالذي نفسه بيده، وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا قسم وهو خبر، فيريد أن يؤكد هذا الخبر الذي سيخبر به، فحلفه هنا للتأكيد، حلفه للتأكيد صلى الله عليه وآله وسلم ليؤكد الخبر. قال: والذي نفسي بيده،
وهنا أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لله يداً، فنحن وهو مذهب أهل السنة والجماعة نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير تأويل، لأن البعض يؤول اليد بالقدرة، يقول بيده يعني بقدرته، بيده يعني بقدرته، وهذا غير صحيح. فنحن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع. فنفى المثلية ثم أثبت أن له السمع والبصر، فهو يسمع لا كسمع المخلوقين، ويبصر لا كبصر المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهنا أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن لله يداً، فقال والذي نفسي بيده، وقال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان. فنحن أيها الإخوة ندين ونعتقد هذه العقيدة، وهي عقيدة السلف، أننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال والذي نفسي بيده ليوشكن، أوشك بمعنى اقترب، ليوشكن يعني ليقتربن أو ليقربن، ليقربن أن ينزل فيكم ابن مريم، أن ينزل فيكم يعني في الأمة، وليس المراد كل الأمة، وإنما بعضها، بعض هذه الأمة التي سينزل فيها عيسى ابن مريم. فعيسى ابن مريم رفعه الله عز وجل، بل رفعه الله، فسينزل في آخر الزمان، سينزل في آخر الزمان. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما سيكون، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه يخبر بالأمور الغيبية التي ستحصل في آخر الزمان. ونزول عيسى بن مريم عليه السلام هو من علامات الساعة، من علامات الساعة الكبرى، فإنه ينزل ويقتل الدجال. قال ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه الصلاة والسلام حكما مقسطا، حكما يعني حاكما، حكما يعني حاكما، مقسطا يعني عادلا، مقسطا عادلا. ولذلك فرق بين كسر القاف القسط وبين القسط، بين كسرها وبين فتحها يتغير المعنى. فالقسط بكسرها هو العدل، والقسط بفتح القاف هو الجور والظلم، وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون الجائرون. وأما المراد هنا فهو العدل، من قسط يقسط بكسر القاف. قال ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه الصلاة والسلام حكما مقسطا، أي حكما يعني حاكما، مقسطا يعني عادلا وعدلا، القسط بمعنى العدل، فيكسر الصليب. يكسر الصليب، اختلف الشراح على قولين. القول الأول أن المراد بالكسر على حقيقته، أن المراد بالكسر على
حقيقته، يعني يكسره. والقول الثاني أن المراد الإبطال، أي يبطله، يبطل الحكم والتحاكم إليه والحكم به والتعظيم وتعظيمه. قال فيكسر الصليب. ولذلك يعني هذا فيه رد على النصارى الذين يعظمون الصليب، فإن عيسى ابن مريم عندما ينزل في آخر الزمان فإنه يبطل تعظيم هذا الصليب، أو يكون كسره على الحقيقة، على الحقيقة، إما يكسره على الحقيقة أو يبطل تعظيمه والحكم إليه والتحاكم به. قال أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. الخنزير هو حيوان خبيث، حيوان خبيث، روي أن كل نبي من الأنبياء حرمه، حرم الخنزير. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يضع الجزية بمعنى أنه يرفعها، بمعنى أنه يرفعها ويبطلها. فهو إما الإسلام، إما الدخول في الإسلام أو القتال. وقد يقول قائل وهل عيسى بن مريم نزل بشريعة جديدة حتى ينسخ؟ لا، عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان حاكما عادلا يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإمام النووي رحمه الله عندما ترجم له قال نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين النسخ، وهو أن الجزية ستكون إلى أن ينزل عيسى بن مريم. فإذا نزل عيسى بن مريم دل على نسخها، فلا يقبل منه إلا الإسلام أو القتال. والجزية ما هي الجزية؟ الجزية هي المال التي يؤخذ، المال الذي يؤخذ من أهل الذمة. الآن أهل الذمة الكفار مخيرون بين ثلاث أمور، طبعا لا إكراه في الدين، إما أن يدخل في الإسلام طواعية، وإما أن يدفع الجزية وهو صاغر، وإما القتال، وإما أن يقاتل، وإما أن يقاتل. على هذا القول وهو الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى وعليه الجمهور أن المراد بقوله ويضع الجزية أي أنه يرفع الجزية ويبطل الجزية، يرفعها، يضعها بمعنى يرفعها ويبطلها، فلا يكون إلا الإسلام أو القتال، إما أن يدخل في الإسلام وإلا أن يقاتل. هذا معنى قوله ويضع الجزية. وقيل وضعها ليس إبطالها ولا تركها، وإنما يعني يضع الجزية، يعني تبقى الجزية على ما هي عليه ويقبل من أهل الذمة الجزية. لكن هذا القول كما قال الشراح هذا قول مرجوح، والراجح الذي عليه الجمهور أن المراد أن عيسى بن مريم في آخر الزمان عندما ينزل ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يقبل إلا الإسلام،
لا يقبل إلا الإسلام، فإما أن يدخل في الإسلام أو يقاتل حتى يدخل في الإسلام. هذا معنى قوله ويضع الجزية. قال ويفيض المال، يفيض المال يعني يكثر، يكثر ويزداد ويكون كثيرا. يفيض المال يعني يكون كثيرا، والسبب في ذلك أن عيسى بن مريم عندما ينزل حاكما عادلا ولا يوجد ظلم، ليس هناك ظلم، فبسبب العدل، بسبب العدل وعدم الظلم يكثر الأموال وتخرج الأرض ما في بطون ما في بطنها من خيرات، فتكثر الخيرات وتعظم الأموال. حتى سيأتي معنا في بعض الروايات، ستأتي معنا إن شاء الله الليلة في بعض روايات هذا الحديث، أنهم يعني يبحثون عمن يتصدقون عليه فلا يجد أحدا لكثرة المال. فهنا قال ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى لا يقبله أحد. إيش معنى لا يقبله أحد؟ عندهم مال، المال موجود كثير، والأمر الثاني عندهم زهد في هذا المال، عندهم زهد وعدم رغبة في الاستكثار منه وفي التكثير التكثر من الأموال، عندهم زهد وعدم رغبة. والسبب، السبب لأنهم يعلمون أن نزول عيسى بن مريم يدل على قرب الساعة، يدل على قرب الساعة، فهم يزهدون في الأموال، يزهدون في الأموال، فلذلك المال يكون كثيرا ويفيض المال ويزداد وتكثر الخيرات والبركات حتى لا يقبله أحد، يعني ما في أحد أساسا محتاج لهذا المال، الجميع في غنى عنه. ثم إنه تجده لا يأخذ منه كثيرا، لا يأخذ من هذا المال كثيرا، وإنما يزهد فيه. وسبب زهدي فيه لأنه يعلم أن نزول عيسى بن مريم هو يدل على قرب الساعة. ولذلك سيأتي معنا في بعض الروايات أن سجدة واحدة خير، أن سجدة واحدة خير من الدنيا وما فيها، أن سجدة واحدة خير من الدنيا وما فيها. قال ينزل فيكم ابن مريم، يعني في آخر الزمان، وهو كما قلت لكم هو علامة من علامات الساعة، وهو الذي يقتل الدجال، وينزل ولا ينزل بشريعة جديدة ولا يحكم بالإنجيل، وإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. وهذا فيه رد على هؤلاء النصارى الذين يزعمون أن في هذا تعظيم لعيسى ابن مريم، فهو يقتل هذا، يكسر هذا الصليب ويقتل هذا الخنزير. ثم قد يتبادر إلى الذهن سؤال، وهو لماذا لم ينزل من الأنبياء إلا عيسى بن مريم؟ يعني لماذا عيسى بن مريم هو الذي ينزل ولم ينزل غيره من الأنبياء؟ نزوله لأمور أو لأمرين. الأمر الأول فيه رد على اليهود الذين قالوا بأنه قتل، فينزل ويقاتلهم ويقتلهم، فيه رد على اليهود الذين يزعمون أنهم قتلوه، ولذلك رد الله عز وجل عليهم
وما قتلوه وما صلبوه. فكون عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان ثم هو الذي يقتل اليهود، لا يقبل منهم الجزية، إما يدخل في الإسلام ولا يقتل، فهذا رد على زعمهم أنهم قتلوه، فهو الذي سينزل وسيقاتلهم ويقتلهم. الأمر الثاني، الاحتمال الثاني، أن نزوله إلى الأرض حتى يموت فيها، حتى يموت في الأرض، فإن الله عز وجل رفعه إليه، رفعه إليه وهو حي، بل رفعه الله إليه، وقيل رفعه وعمره 33 سنة، وهناك قول آخر يقول أنه كان عمره 120 سنة، كان عمره 120 سنة، على قولين. الشاهد من هذا أن الله عز وجل رفع عيسى بن مريم حياً، بل رفعه الله إليه، ففي آخر الزمان سينزل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، سينزل في آخر الزمان وسيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسيموت وسيدفن وسيصلي عليه المسلمون في آخر الزمان، عندما ينزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بها، يحكم بها عدلا حاكما عادلا بهذه الشريعة، وليس بشريعة الإنجيل ولا بشريعة جديدة، إلى أن يموت يتوفى في الأرض، يصلي عليه المسلمون ويدفنونه. قال: ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. في الرواية الثانية قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: وحدثنا عبد الأعلى بن حماد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا. الإمام مسلم رحمه الله تعالى هو 3 شيوخ في هذا الحديث، عبد الأعلى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، حاء تحويل إلى سند آخر، وحدثنيه حرملة ابن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني يونس، حاء تحويل سند آخر كذلك، وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي، يعني إبراهيم بن سعد، عن صالح. كلهم هؤلاء عن الزهري، الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، بهذا الإسناد السابق، بالإسناد السابق ثم ساق الإسناد. قال: وفي رواية ابن عيينة، سفيان بن عيينة قال: وفي روايته إماما، يعني ينزل عيسى بن مريم إماما مقسطا وحكما عدلا. هذه رواية ابن عيينة. رواية يونس: حكما عادلا، ولم يذكر إماما مقسطا. وهنا أيها الإخوة، اختلاف هذه الألفاظ تدل على دقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، تدل على دقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى في سياق الحديث، فيذكر لفظ كل شيخ. فقال: رواية ابن عيينة إماما مقسطا وحكما عدلا. رواية يونس قال حكما عادلا، حكما عادلا، ولم يذكر إماما مقسطا. قال: وفي حديث صالح قال حكما مقسطا. إذن ذكر هذه الألفاظ التي سمعها عن شيوخه، وهذا يدل رحمه الله تعالى على تحريه وعلى دقته في تحري الألفاظ التي يسمعها عن شيوخه. قال: كما قال الليث. قال: وفي حديثه من الزيادة، حديث الليث، وفي حديثه من الزيادة: وحتى تكون السجدة الواحدة
خيرا من الدنيا وما فيها. السيدة اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. قيل المراد بالسجدة المعروفة السجود، يعني سجدة واحدة تسجدها خير من الدنيا وما فيها. وقيل المراد بالسجدة الركعة، فإنه يطلق على السجود الركوع، يقال سجد بمعنى ركع. وقيل المراد سجدة يعني صلاة، يعني صلاة. وعلى كل، سواء قلنا المراد سجدة على ظاهرها وهي السجدة المعروفة، أو ركعة، أو قلنا صلاة، فالمعنى أنه في ذلك الوقت، في ذلك الوقت السجدة الواحدة أو الركعة الواحدة أو الصلاة الواحدة خير له من الدنيا وما فيها، خير له من الدنيا وما فيها. والسبب أنهم يعلمون قرب الساعة، وكذلك ليس هناك من يقبل المال حتى يتصدق به، يعني عنده مال يريد أن يتصدق به ويتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأموال التي عنده، لا يجد. الكل يقول أنا في خير، أنا غني، فلا يقبل، يفيض المال يزداد، فلا يبقى عند هذا الإنسان إلا الصلاة، لا يبقى له إلا الصلاة. فتجد في ذلك الوقت السجدة الواحدة أو الصلاة الواحدة أو الركعة الواحدة خير له من الدنيا وما فيها، ولذلك يتقرب إلى الله عز وجل بالسجود وبالصلاة، لأن المال والتصدق به لا يقبله أحد. قال: ثم يقول أبو هريرة، طبعا بالسند السابق، فهو متصل بالسند السابق إلى أبي هريرة رضي الله عنه. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هنا اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على ثلاثة أقوال. القول الأول: وإن من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، إلا ليؤمنن به، أي بعيسى، قبل موته، يعني قبل موت عيسى. هذا القول الأول، وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهو مروي عن ابن عباس وصح عن ابن عباس. إذن قوله وإن من أهل الكتاب، أي ما من أحد من أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا ليؤمنن به، يعني بمن؟ بعيسى، يعني قبل موته، يعني قبل موت عيسى الجميع سيؤمن به. ولذلك كما قلنا سابقا وهو الراجح أنه لا يقبل الجزية، لا يقبل الجزية، إما الدخول في الإسلام وإلا يقاتلهم، لا جزية. فهنا قوله، قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب، اليهود والنصارى، إلا ليؤمنن به، يعني بعيسى، بعيسى بن مريم، وأنه عبد الله ورسوله وابن أمته، إلا ليؤمنن به قبل موته. كذلك الضمير يعود على عيسى، أي أن أهل الكتاب في زمنه سيؤمنون، سيؤمنون. هذا القول الأول، وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. القول الثاني: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني بعيسى، الضمير يعود على عيسى، قبل موته، الضمير يعود على أهل الكتاب. هذا القول الثاني: وإن من أهل الكتاب إلا، يعني ما من أحد من أهل الكتاب إلا وسيؤمن به، يعني بعيسى. متى؟ قبل موته هو، قبل موته هو، يعني قبل أن يموت، عند يعني عند الموت. ولذلك لا يقبل منه الإنسان عند
الغرغرة وعندما يعاين الموت لا تقبل من الكافر الدخول في الإسلام، ولا تقبل التوبة لمن أراد أن يتوب، ولا للمؤمن إذا أراد أن يزداد خيرا. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، حتى قال إني تبت الآن، لا تقبل من التوبة، التوبة لا تقبل منهم. فالتوبة لا تقبل عند الموت، التوبة لا تقبل عند الموت. فلا توبة تقبل للعاصي العاصي، ولا كافر يقبل منه الإسلام، وكذلك من أراد أن يزداد لا يقبل منه. الخير الصالح لو أراد أن يزداد، أن يوصي، أن يتصدق، أن ليس لك عند الغرغرة وعند معاينة الموت لا يقبل منه شيء. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، والذين يموتون وهم كفار فلا تقبل. القول الثاني، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، قبل موته، يعني الكتاب. وكذلك هذا الذي يؤمن عند معاينة الموت وعند علامات الموت لا يقبل منه، لا يقبل منه. قال أبو هريرة واقرأ وإن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، إلا ليؤمنن به قبل موته. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء ابن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله، وهنا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لتأكيد الخبر، والله لينزلن، واللام موطئ القسم، والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب، تأكيد نون للتأكيد، فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. هنا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله لتأكيد الخبر، والله لينزلن ابن مريم، عيسى ابن مريم عليه السلام، حكما عادلا، حكما يعني عادلا يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وليس بشريعة جديدة. ثم قال فليكسرن الصليب، وهو نون التوكيد يؤكد، وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية، ثم قال ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. القلاص هي نوع من أنواع الإبل، نوع من أنواع الإبل، والإبل تعتبر من أنفس الأموال عند العرب، وخاصة في آخر الزمان، يعني سابقا كانت هي من أنفسها. الإبل عندنا بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم أنفسها الإبل، فهي يعني أنفس الأموال وأعظم الأموال عند العرب هي الإبل. كذلك في آخر الزمان القلاص هذه نوع من أنواع الإبل، بل هو أنفس أنواع الإبل، أنفسها وأفضلها وأعظمها. قال ولتتركن، تترك تهمل، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، يعني هذه الإبل التي كانوا يعني يتفاخرون بها ويتنافسون عليها
ويجمعونها ويسعون عليها تهمل، كقوله تعالى: وإذا العشار عطلت. وإذا العشار عطلت، كذلك في آخر الزمان هذه الإبل، بل من أنفس الإبل ومن أشرف وأعظم الإبل تترك. لماذا؟ لماذا؟ لأن الكل يعلم قرب قيام الساعة، فهو لا يريد المال، فهو لا يريد المال، ولذلك تهمل هذه الإبل، تهمل وهي من أنفسها ومن أعظمها عندهم، تهمل، تترك، تترك. السبب المال كثير، يفيض المال، يزداد، تكثر البركات والخيرات. فحتى هذه الإبل وهي القلاص وهي من أعظمها تترك وتهمل ولا يسعى عليها، ولا يسعى عليها. السبب الزهد، زهد في الدنيا، الكل يزهد، الكل زاهد، والكل يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن نزول عيسى بن مريم هو من علامات قرب الساعة، فلذلك يزهدون في الدنيا ولا يتنافسون فيها. قال: فلا يسعى عليها. قال: ولتذهبن الشحناء والتباغض. الشحناء والتباغض معناها واحد، وهي العداوة. ولتذهبن الشحناء والتباغض، لأن أسباب العداوة من شحناء وتباغض هي الدنيا. الدنيا يتنافسون عليها ويحسد بعضهم بعضا عليها، وتجد يعني بل من الإخوان، من الإخوة الأشقاء، قد يحصل بينهم من العداوة والبغضاء والشحناء بسبب هذه الدنيا، وهم إخوان أشقاء. واسألوا في المحاكم، بمجرد أن يموت الأب يبدأ الخلاف في الميراث، في الإرث، بل بعضهم قد يختلفون وهم على القبر، نسأل الله العافية والسلامة. عند نزول عيسى بن مريم ما في هذا الشيء، الكل لا يريد الدنيا، ما في دنيا، الكل يريد ما عند الله. قال: ولتذهبن الشحناء والتباغض، وهي كلها العداوة، الشحناء بمعنى العداوة والتباغض بمعنى العداوة، يعني لا يبغض بعضهم بعضا ولا اعتداء ولا عدوان. قال: الشحناء والتباغض والتحاسد. الحسد هو أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم، يتمنى زوالها، يعني بمجرد أن يخبر أن فلان جاءه كذا تجده، نسأل الله السلامة، يحسده ويغتم بدل ما يفرح ويسر لأن أخاه قد أعطاه الله عز وجل هذه النعمة، بدل أن يسر يغتم ويحسده، يتمنى زوال النعمة. هذا هو الحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة عن أخيك المسلم، أن تتمنى زوالها، بخلاف الغبطة. الغبطة أن تتمنى أن يعطيك الله عز وجل ما أعطاه لأخيك المسلم، هذا ليس حسدا، هذا يسمى غبطة، أن تتمنى أن تعطى ما أعطي أخوك، هذا يسمى غبطة. لكن الحسد أن تتمنى زوال النعمة. ولذلك لو أن الإنسان هذا الحاسد يعلم بحسده أنه يعترض على الله، لأن الذي يقسم الأرزاق هو الله، الله عز وجل هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، الذي أعطاه هو الله. فأنت عندما تحسد هذا المسلم الذي أعطاه الله عز وجل، كأنك تعترض على من؟ على الله، كأنك تعترض على الله. فالله عز وجل هو الذي يعطي وهو الذي يمنع،
أعطاه الله عز وجل لحكمة ومنعه عنك لحكمة. أعطاه الله عز وجل لحكمة يعلمه الله، ومنعك أنت لحكمة كذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. وفي كل خير، الله عز وجل إن أعطاك فهو الابتلاء والاختبار، وإن منعك فهو الاختبار والابتلاء. فإن أعطاك ليختبرك وليبتليك، أتشكر هذه النعمة؟ أتشكر الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليك بهذه النعمة أم لا؟ هذه النعم التي أنعم الله بها عز وجل علينا هي اختبار وهي ابتلاء. يعطيك العافية، الصحة والعافية في جسدك وفي بدنك ليختبرك ويبتليك، هل تقوم بطاعة الله عز وجل أم تتكاسل؟ أعطاك الله عز وجل العافية والصحة والعافية، إذا منعك هذه العافية وهذه الصحة ليبتليك وليختبرك، أتصبر أم لا تصبر؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. المؤمن الصادق في إيمانه الأمر كله له خير. إن أعطاه الله عز وجل نعمة شكر وقال الحمد لله الذي أنعم وتفضل، شكر. وإن أصيب بمرض صبر. هذا هو المؤمن. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. ففي آخر الزمان بعد نزول عيسى بن مريم ما في لا شحناء ولا تباغض ولا حسد. الحسد ما في حسد، لأن سبب الحسد هو الدنيا. والآن هؤلاء في آخر الزمان يزهدون في الدنيا، الكل يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. قال ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال. هنا فيه روايتان بفتح الياء، وليدعون يعني وليدعون عيسى بن مريم لأخذ المال فلا يجد من يقبله، وقيل بضم الياء مبني للمفعول وليس للمعلوم، وليدعون هنا قال وليدعون يعني عيسى بن مريم يدعو عيسى بن مريم الناس للمال فلا يقبله أحد. وعلى اللفظ الآخر المبني المجهول وليدعون أي الناس، أي وليدعون الناس، فيكون الناس نائب فاعل للمبني للفعل مبني للمجهول. وليدعون أي عيسى بن مريم الناس إلى المال فلا يقبله أحد لكثرته ولزهد الناس في هذه الدنيا. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وإمامكم منكم بمعنى أن عيسى ابن مريم يصلي مأموما، وهذا هو ظاهر الحديث. ومنهم من قال، وسيأتي معنا في بعض الروايات معنى يعني أما بمعنى حكم، يعني أمكم، وليس يعني أمكم بمعنى صلى بكم، وإنما أمكم بمعنى حكم فيكم بالعدل، حكم فيكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بالقسط والعدل. لكن هنا ظاهر الحديث
قال كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم، يعني في آخر الزمان، وإمامكم منكم، أي أنه يصلي مأموما، يصلي مأموما، ويقال أنه يصلي وراء المهدي، لا يصلي إماما وإنما يصلي مأموما. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه بن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه سمع رحمه الله تعالى أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم، كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم. هنا في قوله وأمكم على قولين، القول الأول وأمكم بمعنى حكم فيكم قادكم، أمكم يعني قادكم وحكم وصار حاكما عليكم بالعدل والقسط. القول الثاني وأمكم يعني صار إماما بكم، لكن القول الأول هو الراجح، أن معنى قوله أمكم يعني قادكم وحكم فيكم بالقرآن وبالسنة. عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان، لا ينزل بشريعة جديدة ولا يحكم بالإنجيل، وإنما يحكم ويقود هذه الأمة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم، كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم. فقلت لابن أبي ذئب أحد رواة الحديث إن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه وإمامكم منكم، وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب تدري ما أمكم منكم، تدري هنا في استفهام محذوف على تقدير أتدري، تدري يعني أتدري ما أمكم، يعني ما معنى أمكم منكم. قلت تخبرني يعني. قال فأمكم، وهذا تفسير ابن أبي ذئب أحد رواة الحديث، قال فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يعني أمكم بمعنى، وهذا تفسير ابن أبي ذئب، يعني قادكم وساسكم بكتاب الله وبسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك قول آخر كما قلت لكم، يعني أنه صلى بكم إماماً. وسيأتي معنا أنهم سيأتي بعض الروايات في الرواية التي استأتي الآن نقرأها. قال وهذه آخر رواية في هذا الباب، قال حدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالوا حدثنا حجاج وهو بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقول أميرهم تعالى صلي لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. أولاً الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا السند يقول حدثنا حجاج قال وهو ابن محمد، فنسب الحجاج إلى أبيه
وقال وهو ابن محمد، وهذا يدل على دقة الإمام مسلم وتحريه في الألفاظ التي يسمعها عن شيخه، فشيخه عندما حدثه لم ينسب الحجاج إلى أبيه، وإنما قال حدثنا حجاج، فقال الإمام مسلم هو فلان، وأحيانا يقول يعني فلان، يعني فلان، وهذا يدل على دقة تحريه رحمه الله تعالى. قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة. الطائفة هي الجماعة وهي الفرقة، الطائفة تطلق على الجماعة من الناس وعلى الفرقة. لا تزال طائفة من أمتي، ولا تزال، تزال هنا زال هي من أخوات كان، وتعمل عمل كان، ترفع الاسم ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، وهنا اسمها طائفة. لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. ما المراد بهذه الطائفة؟ لا تزال طائفة. يقول إمام البخاري رحمه الله تعالى الطائفة هم العلماء، ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول إذا لم تكن الطائفة هم أهل الحديث فلا أدري من هم. قال القاضي عياض رحمه الله معلقا على كلام الإمام أحمد، قال قاضي عياض رحمه الله قال أراد الإمام أحمد أهل السنة والجماعة وأهل الحديث. قال أراد الإمام أحمد بقوله هذا المراد بهذه الطائفة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث، فإنهم يدخلون في السنة والجماعة، هذه الطائفة. وهذه الطائفة قد تكون في قطر واحد، وقد يكون متفرقين، وقد يكون متفرقين. وكما ذكر الشراح أن هذه الطائفة تجمع عدة تخصصات تنفع الأمة، تنفع الأمة، فيدخل فيها المحدث، يدخل فيها المحدث والمفسر والمجاهد في سبيل الله، ويدخل فيها ولي الأمر الذي يحكم بشريعة الله، ويدخل فيها كل من يذب عن السنة ويحارب البدعة، وكل من ينفع هذه الأمة. ليس تخصص واحد، وإنما عدة تخصصات تمتاز بها هذه الطائفة. وقد تكون هذه الطائفة في قطر واحد وقد يتفرقون، ليس في قطر واحد، قد يكون في مكان واحد وقد يتفرقون، وقد يجمعها واحد. وكما قال أهل العلم لم يجمع هذه الطائفة في واحد إلا في عمر بن عبد العزيز، في عمر بن عبد العزيز فإنه جمعها. ولذلك كما ورد في الحديث على رأس كل سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، فيقال أن عمر بن عبد العزيز هو أول واحد يجدد أمر هذا الدين، وهو الذي جمع كل هذه الصفات. الإمام الشافعي جاء بعده لكن لم يجمع كل هذه الأمور، وهكذا. فقد يكون واحد يدخل في هذه الطائفة ويجدد لهذه الأمة أمر دينها في تخصص واحد ينفع الله سبحانه وتعالى به وينفع الأمة به، يعني قد ينفع الله به في الحديث، في التصحيح والتضعيف، يميز سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يميز صحيحها من سقيمها. وقد ينفع الله سبحانه وتعالى بشخص في بيان السنة وإحياء السنة وحرب وإنكار البدعة، يبين للناس السنة وينكر البدع التي تحصل، وهكذا. قال لا تزال طائفة، وهذا أيها الإخوة يدل على
معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الطائفة هذه ستكون موجودة إلى أن تقوم الساعة، لا تخلو الأمة منها. وهذا مصداق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تزال طائفة من أمتي، أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ أمة الإجابة. لا تزال طائفة من أمتي، يعني أمة الإجابة، أمة الإجابة، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين غير متسترين، واضحين للناس، ظاهرين يعني غير مستترين، وقيل ظاهر يعني غالبين، يغلبون غيرهم بالحجة والدليل والبرهان إلى يوم القيامة. هنا قال إلى يوم القيامة، في حديث آخر عند مسلم ومر معنا سابقا في كتاب الإيمان أن القيامة لا تقوم إلا على شرار الناس، أن القيامة لا تقوم إلا على شرار الناس، كما ورد في الحديث الصحيح الله عز وجل يرسل ريحا من الشام وفي بعض الروايات من اليمن فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الناس فتقوم عليهم الساعة. فهنا قوله يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، يعني إلى قربها، إلى قرب يوم القيامة، إلى قرب يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم، فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فيقول أميرهم، أمير القوم، أمير المسلمين، تعال هلم صلي بنا، يعني يقدمونه للصلاة بهم، يصلي بهم، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء، يعني الأمير، أمير القوم هو الذي يصلي بهم وهو يصلي مأموم. قال في الحديث تكريمة الله، تكريمة الله، تكريمة هنا مصدر، تكريمة منصوب على المصدرية، تكريمة الله هذه الأمة، وهذه الأمة منصوبة كذلك مفعول به للمصدر، لأن المصدر يقوم مقام الفعل، المصدر يقوم مقام الفعل، فيقول تكريمة الله هذه الأمة، يعني من باب إكرام الله. ولذلك قالوا بعض أهل العلم قالوا تكريمة الله يعني مفعول لأجله، أي من أجل إكرام الله لهذه الأمة إمامهم منهم، من هذه الأمة، فعيسى بن مريم يصلي مأموما ولا يصلي إماما. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.